سلام الله عليكم ورحمة وبركاته مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم. في منبر الثورة نتحدث عن أرض اليمن، هي أرض حضارة وتاريخ، أرض أمجاد عريقة، ولكل محافظة في اليمن قصة. قصتنا اليوم مع واحدة من أجمل محافظات اليمن، حيث معبد نجمة الصبح وطريق اللباني القديم وجوف المعينيين وبراقش والسوداء والبيضاء وغيرها. إنها جوف اليمن، إنها جوف الثروة والثورة، سنتحدث عنها في خلال هذا اللقاء. وسيكون ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحميد عامر، قيادي في اللقاء المشترك. أهلا وسهلا، وهو رئيس المكتب التنفيذي لتجمع اليمن إصلاح. أهلا وسهلا أستاذ حياكم الله جميعا. يا مرحبا أستاذ عبد الحميد. ونحن نتحدث عن محافظة الجوف وهي أقصى الشمال، نود أن نسأل ماذا تعني الثورة اليمنية للجوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بادي ذي بدء الشكر، كل الشكر لقناة سهيل ولطاقمها من الرجال والنساء، أولئك النفر الأحرار الذين يعني قدموا الثورة إلى الجمهور، وعرف الناس هذه المسيرة الطيبة. بالنسبة للجوف، كانت من ضمن المحافظات الشباقة لمسيرة ركب الثورة. نعم. فجاء أول اعتصام من أبناء محافظة الجوف بعد الفعاليات الكثيرة، لكن أول اعتصام سلمي بدأ فيها في يوم 25/2 أمام المجمع الحكومي. استمر هذا الاعتصام لأكثر من 20 يوما حتى خرج الرجال من المشايخ والوجهاء والأعيان والشباب والأطفال والكبار في مسيرة عزلة بدون سلاح لأول مرة في تاريخ المحافظة. نعم. ويتجهون لقيادة المحافظة بمطالب مكتوبة توضح معاناة أبناء المحافظة في كثير من النقص الذي طالها والجوانب التي فاتتها. فتقدموا بهذه المطالب، للأسف يعني قوبلت هذه الجموع الكريمة برصاص غادر أسقط حوالي 38 جريح في لحظة واحدة. لكن ذلك لم يفت في عضد أبناء المحافظة، استمروا في زخمهم الثوري واستمروا في هذا النهج حتى تم إسقاط سقط النظام في المحافظة. نعم. هذه يعني أكيد أن من المعاني الهامة جدا ولا سيما للجوف مسألة السلمية، معادلة ليست متكافئة أبدا في ظل وضع قائم السلاح لصيق للفرد كما هو ملبسه، لا يكاد أن يتركه، وجود ثارات، وجود ثقافة حمل السلاح جزء من مكونات الثقافة الموجودة في ذلك المجتمع. كيف استطعتم أن تتغلبوا عليها وأن يعني كيف تقبلها المجتمع؟ هذا بفضل الجهود الكبيرة للقيادات المشتركة خلال الفترة الماضية في فرض العمل السلمي والسياسي، وجعله ثقافة يتقبلها أبناء المحافظة، خاصة في محافظة كم محافظة الجوف التي تعود أهلها على حمل السلاح. نعم. وأن الإنسان في هذه المناطق يعني يطالب بحقه بالقوة، لا ينتظر عمل سياسي ولا ينتظر تقديم عرائض، لكن بذل الناس جهود عظيمة. يعني كان الأصل أن تقدر هذه الجهود من النظام، أننا استطعنا خلال هذه الفترة الطويلة أننا نعطي الناس أمل أن يطالبوا بحقوقهم سلميا بعيدا عن السلاح بعيدا عن لغة القوة، لكن هذا لم يحدث للأسف. نعم. يعني أنتم كنتم سباقين حتى في النضال السلمي في 2006، وأذكر أن بن شملان لم يفز في محافظة مثل ما فاز عندكم. كيف تقيمون التقبل السياسي لأفكار الدولة المدنية للديمقراطية للشورى لقبول الرأي في إطار المحافظة؟ أبناء محافظة الجوف بطبع الموروث الحضاري والتاريخي لهم، نعم، هم أبناء مدينة وأبناء حضارة، لكن شوهت من قبل بعض وسائل الإعلام، من قبل بعض المستفيدين، من قبل بعض الفاسدين، وصوروا أبناء المحافظة أنهم عبارة عن مجموعات مرتزقة أو عصابات أو من هذا القبيل، ولهذا كان تضخم أي أحداث بسيطة في هذه المحافظة بشكل هائل لإعطاء الناس انطباع عنها. فعندما جاءت انتخابات 2006 أراد أبناء المحافظة أن ينقلوا للناس صورة حقيقية
عن توجه أبناء المحافظة الحقيقية أنهم الحقيقي أنهم يريدون دولة مدنية قائمة على المساواة، قائمة على العدل، على احترام المواطنة، على المساواة في الحقوق والواجبات. فكنكاية بالنظام السابق من 50 سنة من عمر الثورة ما قدم لهم أي جوانب خدمية ولا تنموية تذكر، أعطوا رسالة مباشرة لاختيار بن شملان، وكان اختيارهم واضح لبن شملان، والنتائج كما قلت وهي موجودة لا تزال، يعني نتائجها معروفة لدى الجهات المختصة. نعم، أنت تحدثت عن الوضع الاقتصادي وأشرت إليه، أتمنى لو تعطينا وتعطي المشاهد الكريم صورة موجزة عن وضع المنطقة اقتصاديا، ثرواتها، عطاؤها، يعني في هذا السياق التاريخي، في هذا السياق الاقتصادي. أستطيع أن أقول لك أن الجوف يعني كما يقال جوهرة في يد فحام. الجوف أرض غنية بماها، ففيها وفرة مياه ربما تكون الأولى على مستوى اليمن ولله الحمد، تزرع فيها أجود أنواع المحاصيل الزراعية من حبوب وغيرها وفاكهة وإلى مختلف الأصناف، ويعني إنتاجها مشهور على مستوى اليمن. هذا الخير الموجود لم يستغل، بل قوبل بمشاق وتعنت من الجهات المعنية، فحرموا الناس من تهيئة الظروف أمام المزارعين، فلا توجد بذور ولا يوجد محروقات، يعني تعرف كثيرا عن ندرة المحروقات التي تسببت في كوارث كبيرة للمزارعين. صحيح. ومع هذا إذا قام المزارعين وتجشم الصعاب وتحصلوا على المحروقات والبذور وكافحوا لإنتاج نوع معين من المحصول من المحاصيل الزراعية بأي شكل من الأشكال، يذهب إلى صنعاء ليبيعه هناك يعني في السوق، تفسد هذه البضاعة لأنها لا تجد من يستقبلها. نعم. تظل أياما يضطر هذا البائع أو هذا المزارع أن يبيعها ولو بأقل الأسعار من أجل أن يوفر إيجار السيارات التي تحملها إلى صنعاء، ولهذا يعني الناس أحجموا عن الزراعة بسبب هذه الظروف القاهرة التي منعتهم من مواصلتها. أيضا بالنسبة لبقية الجوانب الاقتصادية الأخرى، المحافظة واعدة ففيها مخزون هائل من الغاز لم يشتغل، وطالبنا منذ فترة طويلة بأن تقوم الدولة يعني استغلال هذه الثروة الضخمة الموجودة. يعني هل هنالك أبار قد حددت أو أماكن معينة؟ في أماكن تم تحديدها واكتشافها وتم تغطيتها إلى الآن، لأنها يعني هناك كما يقال بعض من يملكون القرار في صنعاء لا يريدون استثمار هذه المنطقة، تظل حتى تتحسن أوضاعهم هم، ليس أوضاعنا إحنا، ولهذا ظلت هذه الثروة يعني، ولذا يطلق هو كان يطلق على الحوض حوض مأرب الجوف. نعم. لكن في الأخير أصبح حوض مأرب. لم يتكلموا عن الجوف وظلت هذه الثروة موجودة، إضافة إلى الذهب لدينا عدد من المناطق معروفة وموجودة في الجهات المعنية بتحديد مواقع محددة للذهب، موجود حديد، موجود كل أنواع المعادن الهائلة التي بإمكانها إذا استغلت أن تنقل البلد المحافظة نقلة ويستفيد منها أبناء اليمن كلها، فالخير هو خير لأبناء اليمن. إذن المحافظة محافظة اقتصادية من الطراز الأول، كأرض زراعية محصولات الجوف موجودة على امتداد أسواق اليمن سواء الجملة وغيرها في الخضروات وفي الفواكه وغيرها. أنت أضفت إلينا معلومات حول الغاز وحول المعادن وغيرها. الجانب السياحي، ونحن كنا نتحدث عن انتماء هذه المحافظة إلى حضارة عريقة جدا، حضارة المعينيين، حضارة المدن التي وصلت إلى، حتى المستشرقون تحدثوا عنها، يعني يقول المؤرخون أن هذه المدن كبراقش وقرنوة وغيرها من المدن وصلت إلى مراكز الحضارات القديمة. السياحة التاريخية وسياحة الآثار عندكم، كيف حال الآثار وسياحتها؟ حالها لا يسر صديق، الآثار تعرضت لنهب وتخريب متعمد. حضارة الجوف حضارة عريقة يوجد فيها أكثر من 63 معلم تاريخي ظاهر يعرفها القريب والبعيد، لكن للأسف هذه المناطق التاريخية تعرضت للنهب يعني وتحت سمع وبصر الجهات المعنية. تتصور أن حجر منقوش بالخط المسماري عمود طول هذا العمود 6 متر يتم تحميله على ظهر ديانة
أو دانا من هذه الناقلات، ويذهب من الجوف إلى أن يدخل صنعاء دون أن تعترضه نقطة واحدة من النقاط الأمنية، ويباع هنا بأبخس الأثمان لسماسرة الآثار. فالآثار تتعرض للنهب كبير جدا جدا جدا، وتم رفع تصورات والحديث مع الجهات المعنية في الفترات السابقة، لكن لا حياة لمن تنادي، لأنها تعتبر الجوف ليست في سلم الأولويات. أبرز الآثار اللي هي موجودة وكبيرة وواسعة يعني ما زالت موجودة في المحافظة ما هي؟ أبرز الأماكن مدينة معين، وهذه المدينة مدينة تاريخية معروفة لدى الناس، يعرفها القريب والبعيد، معرف مدينة البيضاء والسوداء، مدينة إثل، مناطق كثيرة جدا لا استحضر أسماءها الآن. هل هي محروسة محافظ عليها؟ لا. أم أنها كذا مفتوحة لمن هب ودب؟ مفتوحة لمن هب ودب، ولا يستطيع أحد أن يحميها في هذا الظرف، وهي مفتوحة من فترة طويلة، وكان بإمكان الجهات المعنية أن تقوم بتسويرها والتفاهم مع أبناء المنطقة المجاورين لها حمايتها، لكن هذا لم يحدث. تعطى بعض الوظائف البسيطة التي لا تساوي شيء لبعض الناس الذين يعني لا يستطيعون حمايتها، ولذا ظلت معرضة للنهب والسلب لدرجة أنها عرضت بعض القطع الأثرية في نيويورك قادمة من اليوف. فهذه الآثار مهملة جدا، ونأمل بإذن الله تعالى أن لا تضيع هذه الآثار في الفترة القادمة في ظل وجود حكومة الوفاق كما ضاعت في العهد البائد. نعم. أتي معك أستاذ عبد الحميد إلى مسألة الثورة، الثورة اليمنية، ما هي أهم المحطات التي استفادت أو انتقلت منها الجوف في إطار الثورة اليمنية لمدة عام ونيف؟ بالنسبة للجوف كما قلت لك هي ظلت محرومة في العهد السابق، نعم، 50 عاما، نعم، من عمر الثورة، لم تشهد اللهم إلا بعض المباني الحكومية الخاوية على عروشها، يعني الخدمات وغيرها، الخدمات مفقودة، كهرباء، كهرباء يوجد في مركز العاصمة المحافظة يعني لا يتعدى 10 الكيلو أو أكثر قليلا فقط، فقط ما بقيت المديريات فلا يوجد فيها إلا مواطير خاصة أو شبه خاصة. يعني كم المساحة، المساحة التي موجودة فقط في مركز يعني المحافظة؟ يعني تستطيع أن تقول أن الكهرباء الحكومي يغطي أقل من 10% من مساحة المحافظة، أو 12% أو 13%، هذه النسبة البسيطة. نعم. أما بقية مناطق المحافظة فهي تعيش ظلام دائم، الإسفلت والطرق الطرق لا توجد غير الطريق الرئيسي الذي بني يعني تم تشييده قبل الرصفة قبل التسعينات قبل الوحدة، وهذا الخط يعني لا يستطيع الناس رؤيته من ما فيه من الخراب الحاصل، ولم تتم أي صيانة له خلال هذه الفترة الماضية. تم في الفترة الأخيرة يعني ربطه بمناطق المناطق المحادة للمملكة العربية السعودية، لكنه لا يزال خط رئيسي فقط. أما بالنسبة لربط مديريات المحافظة بعضها ببعض هذا غير متوفر، رغم وجود بعض الأعمال أعمال الردم، وهي أعمال كلها يبتزها يقوم بها بعض السماسرة والمقاولين وبعض المستفيدين من هذه الأشياء، وظلت يعني عبارة عن أكوام من التراب خلال هذه الفترة الماضية. نعود إلى محطات الثورة، لأنه أحببنا أن يكون الوضع واضح للمشاهد، الثورة ومحطاتها بالنسبة للجوف. نقول بالنسبة للثورة يكفينا من الثورة أن المحافظة أصبحت في الصدارة، ليشعر اليمنيين أن معهم محافظة هنا محرومة منذ سنين، وأن هذه المحافظة غنية برجالها وبأهلها وما فيها من الخيرات، وهي كفيلة أن تقدم لليمن الكثير والكثير. ولذا يعني رغم ما عانتها خلال أشهر الثورة من يعني حصل لها مثل ما حصل لكثير من المحافظات، لكنها ولله الحمد عبرت إلى بر الأمان مع باقي المحافظات، ونأمل بإذن الله عز وجل أن تستكمل مسيرة الثورة مع باقي مناطق اليمن الحبيبة. الفعاليات الثورية التي تقام في محافظة الجوف ما هي أبرز هذه الفعاليات؟ يعني في المحافظات هنالك اعتصامات ثابتة، هنالك مسيرات، هنالك الجوف، ما هو خبرها؟ الجوف مرت بكثير من الفعاليات، من مسيرات، اعتصامات، مهرجانات، ندوات، حتى إلى 15/3. 15/3 تحول الوضع وتغير، لأنها خرجت القوات المسلحة الموجودة
والأمن رحل من المنطقة، فأصبح أبناء المحافظة أمام أمر واقع لحماية ما تبقى من المنشآت. فسيطر الثوار على عدد من المنشآت وقاموا بحمايتها وجندوا كل أفرادهم لحماية هذه المنشآت حتى لا تتعرض للنهب أو التخريب أو تقع في أيدي آثمة أو ميليشيات أو بعض تريد العبث بأمن البلاد. ولذا الآن هم متواجدون يقومون بحراستها. وخلال الفترة الأخيرة يعني بدأ كثير من عدد من الفعاليات، وأكبر الفعاليات كانت في انتخابات رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، حيث شارك أبناء المحافظة مشاركة كبيرة وصلت إلى 90%. ما شاء الله. نعم، وقدموا نموذج يعني طيب في هذا الجانب. نعم. الوضع التعليمي بالنسبة للمحافظة، محافظة الجوف، حقيقة ونحن نتحدث عن الجوف نشعر أننا أمام هامات، أمام رجال اليمن بمعنى أصح، هم الذين يحملون وعيا كبيرا جدا، لكن المحافظة من الناحية التعليمية أين مستواها؟ والله هي حقيقة بالنسبة للتعليم يعني مؤلم الحديث عنه. فأنا أشتغل في التعليم منذ 20 عاما. نعم. مؤلم حقيقة، لأن الذي حدث حدث ربما تجهيل متعمد خلال الفترات الماضية. لدينا عشرات يعني ربما آلاف من خريجي الثانوية العامة لا يجدون القراءة ولا الكتابة. لدينا أعداد كبيرة من المنتسبين للتربية والتعليم لا يجدوا يعني لا يستطيعوا أن يقوموا بمهمة التدريس. وهذا خلل كبير جدا، ولهذا ضاع التعليم خلال هذه الفترة الماضية، ولم تكن وزارة التربية بأي دور خلال هذه الفترة، اللهم صرف مرتبات. أما الجانب الميداني والتوجيه ومتابعة التعليم والرقابة عليه فحدث في هذا الشأن ولا حرج. فالتعليم غائب والمحافظة تعيش كابوس في هذا الجانب، وما لم يعني تعد وزارة التربية خطة خاصة بهذه المناطق لانتشالها ستصبح يعني في وضع أسوأ من هذا بكثير، وستكون محضن لكل الجماعات الخارجة عن القانون. نعم. المدارس يعني البنية التحتية التعليمية، هل هي موجودة كمدارس، كمعاهد، كجامعات، ككليات، هل هي موجودة في محافظة الجوف؟ المدارس جيدة يعني من حيث بنية المدارس إلى حد ما جيدة. أما بالنسبة للتعليم ما فوق الثانوية فهذا لا يوجد، فلا توجد معاهد فنية ولا تخصصية أخرى ولا جامعات بأي نوع، سواء كانت مجتمعية أو خاصة بكلية التربية وغيرها من التخصصات الأخرى. لا يوجد هذا، ولهذا لا يستطيع أبناء المحافظة الالتحاق بصنعاء أو بالجامعات الأخرى نظرا للظروف الاقتصادية اللي يعانوها. وتركوا في هذه الفترة كلها بدون تعليم، أحسن ما يمكن يصل إليه الشاب هناك إلى الثانوية العامة بكل ما فيها، بكل ما فيها من الأشكال. أما إذا قلته محظوظ وعنده يعني أهل ميسورين وهذا في النادر يصرف عليه قد يكمل البكالوريوس وقد لا يكملها في جامعة صنعاء نظرا للظروف والقضايا المشاكل القبلية والاجتماعية اللي تعاني منها المحافظة. يقودني هذا إلى نقطة هامة جدا، يعني كثير من المحللين يقولون أن النظام السابق كان يركز على مسألة تجهيل القبائل بما فيها محافظة الجوف. الهدف من التجهيل، سياسة التجهيل هذه المتعمدة وبهذه الصورة، ما هو الهدف منها؟ هذا شكينا منه وشكينا منها الكثير، أن هناك يعني تجهيل متعمد، لأن أبناء هذه المنطقة، وليس انتقاص في أبناء اليمن العظام، لكن لأن أبناء هذه المنطقة معروفين بقوة الشكيمة والبأس، فإذا حصلوا على تعليم متقدم مع قوة الشخصية ربما يعني يزاحم الكبار في مواقعهم، وهذا يعتبره البعض خطر، ولهذا وضعوا حدود للتعليم في هذه المناطق أن أعلى حد تصل إليه الثانوية العامة، لتبقى إما حارس أو مرافق لهذه الشخصية أو سايق في أحسن الأحوال. بحيث يجهلوا ولا يعني يتصدرون في ولا يصدروا أي مواقع. الوضع الصحي، يعني إحنا سنأخذ بعض المجالات كنماذج للوضع الحالي في الجوف، الوضع الصحي في محافظة الجوف كيف حاله؟ الوضع الصحي من عشرات السنين
ومنذ تأسيس مكتب الصحة لا يقدم أي خدمات تجاه المواطنين، وهو عبارة عن أموال يستفيد منها مجموعة في مكتب الصحة تصرف بطريقة يعني يتم الاتفاق فيها في المكتب، أما أن يقدم المكتب خدمات. ولذا لا يوجد مستشفى في المحافظة ولا يوجد مركز صحي. المحافظة لا يوجد فيها مستشفى؟ لا يوجد فيها مستشفى نهائيا نهائيا. وحتى في مع العلم في مستشفى باسم مستشفى وهو لا يعني مثلا، ولكن هذا المستشفى مغلق من زمن طويل لنظرا لوجود بعض الخلافات، أو يعني لم يستطع مكتب الصحة تشغيله، ولذا لا يوجد مركز صحي فاعل حكومي. في الجوف الوضع الصحي وضع مزري، ولهذا يعني الناس يعانون معاناة شديدة في هذا الجانب، خصوصا الأمهات الحوامل الأطفال كبار السن، يعني في حال تعرضهم لأي أضعاف الأمراض مضاعفة يتجهوا إلى صنعاء بما فيها من المخاطر أو إلى مأرب، رغم ضعف الصحة في مأرب لكنها أحسن بكثير من الجوف. يعني لو أتينا كذلك على الجانب الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية الموجودة في داخل محافظة الجوف، نسمع عن كثير من الثارات القبلية الموجودة. الثار في محافظة الجوف نريد توصيف له. الثار في الجوف هو موجود مثلها مثل مناطق اليمن الريفية، لكن يضخم في الجوف بشكل كبير لأغراض يستفيد منها بعض السياسيين وبعض صناع القرار. يعني كيف يضخم؟ يضخم بحيث أنهم لا يعني يكلفوا أنفسهم أن يوصلوا المتحاربين إلى وفاق، أو ربما أحيانا يقفوا حجر عثرة. والدليل على هذا أنه بعد الثورة، يعني أنه سنة وأكثر من الثورة، من قيام الثورة، لم نشهد حالات ثار في الجف. بعد رحيل النظام لم نشهد ثارات، ويعني وكأن المسألة كان، وأعظم القبائل المتحاربة في الجف سولان وهمدان، المرازيق والصيدة، آل كثير والفقمان، هذه من أشد المناطق يعني ثارا، لم تسجل حادثة بين هذه القبائل، وأحيانا قد يكونوا في مكان واحد يلتقي هذه الأطراف. يعني دليل أنه بدليل أن هناك يعني أطراف في السلطة كانت تغذي هذه الصراعات، وهذا ليس يعني سر معلوم عند الناس في هذه المناطق كلها، بل يتحدث الناس الآن أننا القبائل بشكل عام احنا استفدنا من الثورة ان الحروب القبلية وقفت. نعم. يعني الحروب الجماعية قصدي. نعم. اما الفردية في تعدد احيانا بعض الاشياء مثلها مثل الاخرين. اي نعم. نعم. يعني في الغالب حينما تحتوون مثل هذه الثارات على مستوى القبائل، يعني هل لكم كقيادات سياسية كقيادات حزبية دور في اطفاء مثل هذه الثارات وانهائها، ايجاد صيغة توافق تصالح سواء في السابق أو ما يمكن أن تقدمه في المستقبل؟ أبناء المحافظة يعني لا شك أن فيهم عدد من الرجال الخيرين دائما يشكلوا رجال إطفاء للمشاكل القبلية. نعم. ويغامروا بأنفسهم لحل هذه المشكلات أو على الأقل تأجيلها، لأن في هناك بعض الأطراف لا تريد لهذه الصراعات أن تنتهي، فيسعى هؤلاء الخيرين والعقلاء والطيبين من أبناء المحافظة إلى تأجيل هذه المشاكل، و إما توقيفها نائيا أو تأجيلها إذا لم يمكن، يعني كصلح يعني كهدنة. في الغالب تحدث الأشياء كهدنة. نعم. لأن الصلح هو أن تنتهي المشكلة من أساسها. نعم. لكن ما يحدث في الغالب هدنة، يتوقف الطرفين حتى يبحث الناس في حلول، أو تقول أن يمكن الغد أبرك من اليوم أو أحسن من اليوم، فينتقل الناس إلى وضع آخر وهكذا. فهناك يعني خيرين كثير يفعلون هذا الجانب، وهم الذين يقولون. أما الجانب الرسمي لا يقوم بشيء من هذا الجانب أبدا، ليس له دور خلال الفترات الماضية معروف في التاريخ. نعم. في تاريخ المحافظة. أستاذ الحميد سنستأذنك في أخذ اتصال. الدكتور هيكل حنتف ناشط سياسي من الجوف. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور هيكل. السلام عليكم دكتور هيكل. السلام عليكم. أخي الدكتور هيكل، نحن نتحدث عن محافظتكم في هذه الحلقة، نود أن تضعنا في صورة، وأنت دكتور طبيب متخصص، ما هي الصورة يعني أو الواقع الموجود في محافظة الجوف من الناحية السياسية والاقتصادية، عطفا على ما قاله الأخ عبد الحميد؟ شكرا خالد، طبعا نشكركم على استضافتكم لنا في منبر الثورة. نعم. وسهيل كلها منبر للثورة.
كما أشكر ضيفنا الكريم وضيفكم الكريم الأستاذ عبد الحميد عامر. طبعا أخي العزيز المحافظة من الناحية الاقتصادية تعتبر البلاد الإسلامية أرض حضارة. نعم. والحضارة في اليمن وحضارة اليمن تحديدا في الجوف. نعم. فهي تمتلك من الثروة الغنية من الآثار والمعادن والزراعة. نعم. مقومات الإنتاج الزراعي أخي الكريم على مستوى المحافظة. نعم. المحافظة تعتبر من الناحية الجغرافية والمساحة الجغرافية ما يقارب 41,000 كيلو متر مربع، تعتبر المحافظة الثالثة تقريبا على مستوى اليمن. نعم. أرض زراعية ممتدة بذات المساحة الجغرافية الكبيرة بما فيها تنوع المياه، تنوع المناخ. لو استغلت هذه الأرض، هذه الأرض الطيبة في هذه المحافظة، نعم، استغلال على مستوى مدار السنة سيكون إنتاج زراعي على مستوى مدار السنة في كل الفصول الأربعة. نعم. كما هي غنية أيضا بالمياه التي يستقر إليها اليمن. ولذلك يا أخي الكريم لو أتم أخلال المحافظة من الناحية الزراعية لقد نعم كان إنتاج المحافظة من القمح ما يقارب 20,000 طن من الحبوب. نعم. وبدأت السلطة المحلية سابقا على أساس أنها تدعم جانب الحبوب لكن بتصرفها ضمن إنتاج المحافظة. نعم. أعطوا المواطنين عروض على أن يمنح صاحب القمح ويشترى الكيس بمبلغ معين. نعم. وهبوا الناس لبيع القمح للمؤسسة، لكن في الأخير جاء الناس فصدموا أمام هذا الأمر وبدأوا يتضاعفوا من الإنتاج في الأعوام القريبة، فقل الإنتاج الزراعي. نعم. يعني نستطيع أن نقول دكتور هيكل نستطيع أن نقول أنه كانت هنالك سياسة إقناع للمواطنين بترك الزراعة لأنه ليس لها جدوى اقتصادية بالنسبة لهم. لم تشوى الزراعي على مستوى هذه المحافظة قسمة المزارع. طبعا يبدو أن في الصوت تقطع. دكتور هيكل ما زلت معنا؟ نعم يا أستاذ خالد معكم. يعني دعني أخذك إلى نقطة أخرى وشيء آخر. أنت ناشط سياسي. نتكلم عن جانب آخر بجوار هذا الجانب الذي ذكرناه وهو الجانب الاقتصادي. سنتكلم عن أتمنى أن أسألك حول مسألة الثورة في الجوف، وأنت ناشط سياسي وواحد من شباب الثورة. ما هي الفعاليات الثورية؟ ما هو دوركم كشباب للثورة في سواء في السابق أو في ما سيأتي من الأيام، ولا سيما مع تفعيل الفعل الثوري القادم؟ العالم معجب بالثورة اليمنية بشكل عام. نعم. ونحن في الجوف لنا إعجاب شديد بالثورة داخل الجوف. نعم. كونها قد تختلف عن الساحات والثورات على مستوى البلد. نعم. ولها عدة أسباب. طبعا دخول الثورة وشباب الثورة في الساحة داخل المحافظة. نعم. وتخليهم عن السلاح كان ذو إعجاب شديد. نعم. طبعا تعتبر حمل السلاح نعذر للمواطن في الجوف. نعم. ويحصل لأدفع الأسباب إراقة دمع. نعم. في تواجد السلاح والكيان الذي موجود على مستوى المحافظة. لكن في ظل هذه الثورة المباركة دخل الشباب وهم قادرين على حمل السلاح فعلا، فتخلوا عن السلاح ودخلوا المحافظة وهم لا يمتلكون شيء من أنواع من السلاح. نعم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن العديد لشباب الثورة في الجوف لهم ميزة خاصة الحدى فيها الناس على هدف معين وتناسوا كل الجراح في مارهم في الثارات والاختلافات القبلية. إذا وجد الغريب في أي مكان أخذ بشاره، لكن ما هو الشدوا على هدف معين دخلوا إلى المحافظة وكل منهم كالجسد الواحد كالروح الواحد. وأيضا كان لشباب الثورة
ميزة خاصة كون شباب الثورة في الجوف دخلوا إلى مكتسبات المحافظة أيضا. نعم. بغض النظر عن ما حصل في المحافظات الأخرى بأنهم في الساحات، وهذا شباب الثورة في الجوف دخلوا إلى المباني الحكومية والمنشآت الحكومية، فكانوا حماية لهذه المكتسبات محافظين عليها. والدليل على ذلك أن بدائل النظام المتهالك نعم دخلوا إلى إدارة الأمن ونهبوا فيها وفعلوا فيها الأفاعل، والمنشآت التي سيطر عليها الثوار محافظين عليها إلى هذه اللحظة وعلى هذه المكتسبات. نعم. دكتور هيكل، ما هو مطلب الثوار في هذه المرحلة القادمة؟ ما هو أهم مطالب شباب الثورة في الجوف؟ مطالب شباب الثورة أخي الكريم لا يبعد عن مطالب الثوار على مستوى البلد بأسره. نعم. أهم الثورة أهم واحد، لكن أهم الثوار في الجوف قد يكون لهم هموم خاصة، لأن المحافظة عانت معاناة في الفترة السابقة ما لم تعاني أي محافظة أخرى على مستوى اليمن. نعم. الجهل موجود والثأر موجود والمشاكل والتقطعات، ففي ظل هذه الدورة نسأل ونتمنى أن ينعم أهل اليمن بالأمن والخيرات، وواثقين كل الثقة أن هذا الأمر سيصل إلى أبناء الجوف بمشيئة الله سبحانه جل وعلا. دكتور هيكل حنتف، ناشط سياسي من الجوف، شكرا جزيلا لك.